نصبحكم بالخير مرة جديدة بموضوع الطفولة والأمومة. لليوم اخترنا نحكي عن الأغراض الأساسية اللي بنحتاجها للمولود الجديد. بنعرف أنه بتكون فترة عجقة وتحضيرات، وأيضا يمكن يكون موعد الولادة مفاجئ، فضروري جدا نعرف إيش الأغراض اللي بنحتاجها. صباح الخير ولا صباح النور أبو جابر الحاصلة على شهادة رعاية الحمل والطفولة المبكرة. أهلا، صباح أهلا وسهلا فيكي. طبعا يعني أنت بوضع يعني هلا عم تحضري وكمان راح تفيدي المشاهدين. كنت تحكي لي أنه مرات الأم بتشتري من الأغراض يمكن ما بتحتاجها، صح؟ فعشان هيك بنحتاج نعرف عن جد شو الأغراض كل أم تحتاجها للمولود الجديد. مزبوط، لأنه الأسواق كبيرة، فالأم بتروح يعني ما الخصوصي اللي ما عندها خبرة بتاخذ اشياء ما بتحتاجها او بتنسى الاشياء الاساسيه انه تحتاجها، ودائما كمان بيجي هدايا مش كثير ضروريه او كثير ضروريه. فهلا بدنا نعلم الام ايش الاشياء الاساسيه اللي لازم تتواجد قبل ما يعني الشغله مش بالكثره انه نشتري اغراض كثير. في اشياء ممكن نشتري كثير بس الاشياء الاساسيه مش موجوده، فانت مقسمتهم فئات. اوكي، هلا مقسمتهم اول شيء الملابس والاشياء اللي بنحتاجها للطفل اول ما يخلق. اول شيء بدنا الفانيلات اللي هن اللي بيكونوا تحت الاواعي، هدول بدنا منهم عدد كبير لانه بتوسخوا كثير، فبدنا منهم عدد كثير، يعني 3 او 6 ما بكفوا لطفل واحد، يعني اقل شيء 12 وحده للطفل. أوكي. لانه رح يحتاج يغير 3 بنهار منهم اذا مش اكثر، و ف 12 يعني عدد من الفانيلات ضروري جدا لانه بيغير كثير بالضبط. اوكي، هلا هدول في منهم نص كم او كم طويل حسب الطقس. كمان بدنا نرجع نحكي عشان عم نحكي على الطقس، هلا الدنيا كثير شوب، فكيف احنا بنلبس كيف الام بتلبس تلبس ابنها جد؟ مش زيادة، يعني بس زيادة شوي، يعني حرام صغير إذا عم بنام، بس حرام خفيف إذا بده ينام، بس مش زيادة كتير، لأنه اللبس كتير بيعمل حرارة، بتعلى حرارته للطفل، صح؟ وممكن يؤدي بدايقه وبدايقه ما بنعرف شو ماله، صح؟ بالضبط بالضبط. فزي ما الأم عم تلبس، إذا عم تلبس طبقتين وهي مرتاحة معناته تلبس الطفل طبقتين. تمام. أوكي، هلأ بنحتاج كمان، في منلاقي بالسوق هيك طواقي صغار للرأس، بنحتاجهم هدول للأطفال اللي عم بولدوا هلأ، لأنه دايما الرأس ما بيكون عليه شعار كتير، فالحرارة بتطلع من الرأس، فهي مهم يضلوا لبسها أول أسبوع من ما يخلق. شو مكان الفصل؟ شو مكان الفصل بالضبط. هلأ كمان بتحتاجها الأم لما تحممه لما تحمم الطفل وتخلص له رأسه، بتحط هاي الطاقية عشان يضله الحرارة محبوسة جوا، يعني مهم يكون رأسه دافي للطفل بالضبط، لأنه بيخسر الحرارة بسرعة من منطقة الرأس، فهاي كتير مهمة تكون موجودة من الأغراض اللي لازم تشتريها الأم مثلاً بأول أسبوع تحديداً. بأول أسبوع وللحمام أول 3 أشهر. اوكي، وهو نايم عادي؟ هو نايم ضلها بالضبط. هلا كمان في من الاشياء الضروريه عشان الايدي والاقدام عند الطفل مخلوق جديد ما بيكون لسه وصلهم دم كفايه، يعني بتكون الاوعيه الدمويه مش كثير كبرت هناك، فبتلاقيهم مرات بيكونوا عزراء الايدين والاجرين، فكتير مهم يكون عندنا كفوف مثل هدول الكفوف صغار للاطفال. وكثير مهم كمان تحضر كلسات صغار. شو فايدتهم؟ هلا هدول بيخلوا الحراره، شوفوا ما كبرها هدول للنيوبورن اللي هلا خلقان، هلا قد تكون اجرى، ف هدول فايدتهم انه بيخلوا الحراره محبوسه بجسم الطفل خصوصا من ايديه واجري، ما بحس حاله بردان. قد ايه الفتره يعني؟ تقريبا اول اسبوع يعني بالمستشفى وبالبيت، ويناموا فيهم فيهم. بالضبط. هلا كمان شو مكان الفصل، صح؟ شو مكان الفصل؟ الطاقيه والجربات. هلا الكفوف كمان بيحموا انه مرات الطفل بيكون عنده اظافر بخرمش حاله، فيفضل يضلوا محطوطين لحتى ما الام تقدر تبرد له اظافره او تقصهم انه عشان ما يخرمش حاله، فهي بتحميه كمان من الخرمش. هلا كمان شيء كثير مهم لازم الام تجيبه اللي هو الحرام الكوفاليه. هذا بتلاقى بالسوق، بيكونوا بنباعوا هيك باكيت فيه 3 أو 6، هذا كتير مهم يكون موجود بأي فصل، لأنه كوفلة البيبي تعلمناها بحلقات قبل بتساعد كتير الطفل إنه ينام مرتاح أكتر ويهدأ أكتر ويحس حاله زي ما كان ببطن أمه هيك بالضبط، فهذا كتير إشي مهم، وعلمنا الأميات بفقرات سابقة كيف يعملوا الكوفلية.
للطفل. هلا بيجي عندنا اغراض الحمام. أغراض الحمام نحتاج لمسند، شرحنا كمان عنه كيف استعماله بفقرة عملنا مرة حمام الطفل. هذا كتير مهم للأطفال المولودين جداد، لأنه صعب نتحكم فيها. بالضبط، صعب نتحكم فيها وبتحلقوا. هذا موجود بالأسواق، موجود يعني بمحلات الأطفال. المسند نحتاج طبعا شامبو للأطفال، ونحتاج ليفة تكون طرية أو مثلا بشكير صغير يكون طري نقدر نحمم فيه الطفل أو لجسم الطفل. هلأ كمان من الأشياء المهمة وقت الحمام أنه يكون في عنا كيلة أو يعني زي جات صغير نقدر نأخذ من المي ونحط على الطفل، لأنه الشاور أو إذا بدنا نأخذ الدش ممكن يفوت بعينيه ودينيه وهيك. صح. فالكيلة بتطلع تتحكمي في المي تتحكمي أكثر. فيها أكثر. يعني بتطلع كمان بمحلات الأطفال، في أشكال وأنواع. هاي هي يمكن تزبط للأطفال الأكبر شوي، لأنه هاي بتيجي هيك على الرأس ويعني بهاي الطريقة. إنه ما خبطت بالرأس ما بتضايق. بالضبط، ما بتضايق الرأس. هلا كل اللي عم نشوفهم متوفرين بالأسواق، متوفرين. سواء للحمام أو الكيلة، كله بالزبط. موجود، كله موجود بالأسواق، بمحلات الأطفال بتلاقوا. فإذا الأم تعمل ليست إنه هدول الأشياء الضرورية تشتريهم قبل ما يخلق المولود، بيكون عندها يعني ما بتحتاج إنه مثلا لما يخلق الطفل تلاقي تذكر إنه بدي هذا الشيء تطلع على السوق، وهي صعب أصلا تطلع على السوق وقتها. بالضبط، فيفضل تشتريهم من قبل. هلا بنيجي لاغراض الغيار. الطفل بغير كثير الدايبرز، فبدنا كميه كبيره من حفاضات الاطفال. يعني مش باكيت فيه 12 رح يكفي، لا بدنا كميه كبيره. فرح يتفاجئوا الاهل، خصوصا الاهل الجداد، انه الطفل عم بيستعمل كثير من الحفاضات. فبدنا كميه كبيره تكون، يعني يفضل يشتروا البوكسز الكبيره وتضلها بالبيت. صح. احسن من كل يومين يروحوا على السوبر ماركت. صح. هلا من أغراض الغيار كمان نحتاج الكريمات اللي هي للصمات، لأنه مرات منحطها زي بروفيلاكسس أو لتحمي من الصمات، حتى لو ما كان عندنا صمات. أوكي. بدرجة خفيفة نحتاج بودرة الأطفال. ضروري بس على منطقة من تحت، ما منحطها على الجسم. لأنه هلأ اكتشفت دراسات أنه البودرة إذا بيستنشقها الطفل بتعمل حساسية. وبتعمل مشاكل بالرئة. فبس من تحت. على الجسم لا، يعني على الجسم لا. هلا فازلين ممكن ينفع، لانه بمنع انه المي تلزق على السكن او على البشره، فبمنع الصمات. يعني كمان بنقدر نستعمله. هلا يا بنحط مثلا بودره يا فازلين، ولا ممكن ممكن التنين. ممكن فازلين او بودره. اوكي. هدول أغراض الغيار. طبعاً يعني بدهم يكونوا مع بعض بمنطقة تقدر الأم تغير للطفل، وما تتركه على طاولة الغيار وتروح تحط مثلاً الدايبر بالزبالة. إنه لازم تضلها جنبه. طبعاً. هلأ في عنا كمان أغراض النوم. هلأ النوم كتير مهم للطفل، والنوم ما بيكون سهل للأطفال الجداد، لأنه مش متعودين ينيموا حالهم بحالهم، بدهم مساعدة بالنوم. فدايما احنا بنحكي انه الهز مش غلط للطفل اول 3 اشهر، الحمل مش غلط للطفل اول 3 اشهر، لانه بيكون بحس انه بده يحس بامه جنبه. يعني او حدا جنبه، يعني صح. لانه ما بيكون لسه متعود. هلا من الاشياء اللي بتساعد على النوم هي اللهاية. هلا اكتشفت دراسات انه اللهاية بتخلي العقل او الدماغ عند الاطفال ينتج مواد تساعدهم بالراحة والنوم أكثر. ممتاز. فاللهاية منخليها للآخر، يعني لما الطفل بده ينام بنعطيها، بس مش أول ما الطفل يفتح تمه بنعطيها. أو لما يبكي على طول. أو لما يبكي. صح. بالضبط، لأنه بتعود عليها. يعني نربط اللهاية، وقت اللهاية بالنوم. بالنوم. عشان هيك يرتاح نفسيا. بالزبط. مش كل شوي نعطيه اللهاية. مش كل شوي. أوكي. فخليها بس للنوم عشان ما يتعود عليها، لأنه يفضل يتركها على 6 أشهر. مش أكثر من هيك. بتصير تأثر على الأسنان. هلا كمان من الاشياء، يعني من 3 لـ 6 أشهر. من 3 لـ 6 أشهر. أوكي. بالضبط. من الاشياء اللي بتساعد الاطفال الرضع انه يناموا اكثر هي انه يكون في جنبهم ساعه بتعمل الدقات، يعني بتطلع صوت الدقات. بالضبط، بطريقه بصوت عالي زي دقات زي نبضات الام، نبضات قلب الام. فهو الطفل بحس حاله مرتاح، بحس حاله قريب من امه. فيفضل انه ينحط
ثلاث ساعات ضلها تعمل تك تك. انا اذا في ساعه بتطلع الصوت الثواني بالغرفه بعرفش انام. اه مزبوط كثير ناس هيك، بس للاطفال الصغار ضروري. برافو. اوكي ضروري. وحتى اذا الام بدها تنيم الطفل بغرفه ثانيه او ما راح يكون جنبها، يفضل تحط له مثلا الاواعي تبعونها اللي بيكون عليهم ريحتها جنبها، فبينام اكثر جنبه بالتخت، من أواعي الأم اللي فيها الريحة فيها ريحتها بينام أكثر، لأنه بحس إنه أمه جنبه. حلو. أوكي. ممكن مرة حكيتي صوت ممكن نخلي التلفزيون إنه هيك صوت خفيف، برضه بيكون متعود على صوت ببطن الأم فبينام بسهولة. مزبوط. يعني زي صوت المروحة مثلا. المروحة. هلا يعني بيكون زي صوت اللي كان يسمعه ببطن الأم. حلو. هلا من الاشياء الضروريه تواجدها لاي مولود جديد بالبيت هي ميزان الحراره للمواليد الجداد. فعندنا ميزان الحراره اللي بالدان نستعمله او الميزان الحراره الشرجي. هلا البدان اذا الام بدها تستعمله لازم تضيف عليه نص درجه، يعني اذا اعطتك 36.5 هي 37، لانه ميزان الحراره البدان مش كتير دقيق. نص درجه لميزان الحراره. نص درجه. أوكي. اذا بدها تستعمل الميزان الشرجي هذا بيكون ادق شيء. دقيق. بالضبط. قد ايه المده يعني نخلي مثلا هو مثلا زي هدول بيكون برن. بتكبس وبرن. هدول صاروا الجداد. هلا من الاغراض كمان اللي لازم تجيبها الام لموضوع الرضاعه بدها ترضع الطفل، لانه كمان الطفل برضع من 8 ل 12 مره بال 24 ساعه. فكمان هاي يعني تاخذ جزء كبير من الوقت. هلا اول شيء في عندنا البيلو او المخده الخصوصي للرضاعه الطبيعيه. هاي متواجده بكل اسواق الاطفال بالاردن. هي مخده بتكون على شكل لولبي هيك. بتيجي على البطن وبتساعد الام انها تحمل الطفل لفوق. اسهل لها بدل ما تضلها حامله انه شوي بتركي. بالضبط بتركي على المخده وبدل ما تضلها عامله ظهرها هيك لانه بصير عندها وجع بالظهر. فهاي موجوده بكل محلات الاطفال وضروريه كثير. بتنشرها من هلا يعني قبل ما تبدا بالرضاعه الطبيعيه. بتساعد الام والطفل الاثنين. ممتاز. كل قد ايه تقريبا لازم ترضع الطفل؟ كل ساعتين اول ما يخلق. كل ساعتين. لمده لمده يعني حسب. في اطفال بنتظموا بسرعه بصيروا ياخذوا كل 3 ساعات او 4 ساعات. في اطفال لا. يعني دائما بنقول اول 3 اشهر الرضاعه لازم تكون حسب الطفل ما بده. يعني صعب تعملي له برنامج. فكل طفل غير. بس اقل شيء 8 مرات باليوم لازم يرضع الطفل. اذا اقل من هيك ممكن يصير عنده اصفرار او يصير عنده ديهايدريشن، مشاكل نشفان. فلازم لازم 8 مرات اقل شيء بال 24 ساعه. تمام. هلا كمان كثير مهم يكون عند الام البريست بامب او الشفاطه. لانه هلا يعني بتساعد كثير بالرضاعه الطبيعيه وعشان نستفيد من حليب الام اكثر. هلا هاي ضروريه. هاي ضروريه مش اذا احتاجناها. انا بعتبرها ضروريه لانه حتى لو الام بدها ترضع وما بدها تعتمد عليها، يعني اذا بدها تطلع طلعه بتقدر تشفط وتخلي حليب. بالضبط، عشان ما نعتمد على حليب الفورميلا اكثر من حليب الام. دائما حليب الام هو احسن. صحيح. إلى فوائد أكثر. فهي ضرورية تنشرها من هلأ. في أنواع كتير بالأسواق تبعت الأطفال، فتشوف أنو الأنسب لها. ممتاز. هلأ إذا بدها تشتري أناني ممكن تشتري أناني بس تكون لحفظ الحليب حليب الأم مش لحليب الفورميلا. يعني أنا دايما بقول ما تشتري حليب الباكيتات أو حليب بالعلب قبل ما يخلق الطفل عشان ما تضطر الأم تلاقيه قدامها وخلص. صح. تستسهل. صح. لأنه أول فترة كثير مهم أن تركز على الرضاعة الطبيعية. فبس الأناني تكون يعني إذا بدها تشفط تحط بالأناني. هلأ في أغراض تانية ممكن تخزن فيها الحليب، زي مثلا هيك علب ممكن تخزن فيها الحليب. هلا بنحفظه بحرارة الغرفة ولا بنحطه بثلاجة؟ بنحفظه بحرارة الغرفة لمدة 8 ساعات. اللي هي حرارة الغرفة تكون 25 مش أكثر من هيك. إذا أكثر من هيك بتقدر تحطه بالثلاجة أسبوع كامل أو بالفريزر 3 أشهر. ما بيصير له شيء. تمام. هلا كمان من أغراض الرضاعة أو الطعام عند الأطفال الأشياء اللي بتعقم الأناني أو اللهيات. هلا في
اشياء كثير، في الاشياء اللي بتعقم على الكهرباء بنلاقيها، في اكياس بتنحط بالمايكروويف بنحط فيها شويه مي وبتعقم، وفي علب بلاستيك بتنحط بالمايكروويف وبنحط فيها شويه مي وبتعقم. افضل الكهرباء ولا المايكروويف؟ انا بلاقي المايكروويف يعني بدك تقولي كونفينينت اكثر او اسهل للام، خصوصي مثلا اذا بدها تروح عند امها تنام اول فتره، صعب تحمل هذا الجهاز الكبير تبع الكهرباء، هدول اسهل وبعقموا يعني. وموجودين بالصيدليات او بمحلات الاطفال. اكياس تعقيم اسمهم للاناني والباسيفايرز وال يعني صراحة الحياة. يعني معلومات مهمة، بس نرجع نذكر هيك بشكل سريع كل أم عم تحضرنا هلا لشو عم بتحتاج. أوكي، حكينا عن ملابس الأطفال، رح تحتاج فانيلات بعدد كبير، رح نحتاج الطاقية قلنا لأنه بتحبس الحرارة، بتدفي الراس، وللحمام نحتاج لكلسات والكفوف، وبنحتاج كمان للحرام تبع الكوفلية. بس أرجع أذكر هلا الطفل عادي ينام بالكلسات والكفوف. ضروري يعني ضروري بضله مرتاح اكثر. واحرام الكوفليه هو احرام رقيق هيك قطني بشكل مربع، بتلاقى بالمحلات الاطفال. هلا لا اغراض الحمام بدنا هذا مسند الاطفال، شامبو خصوصي للاطفال، ليفه طريه وكيله. هلا اذا عندها المسند ما بتحتاج يمكن شخص ثاني يحمم الطفل معها، بصير اسهل كثير انها تحمم لحالها. ممكن الشخص الثاني يساعدها يعطيها الاغراض، بس بصير بتقدر تتمالك الطفل بالايدتين تتحكم. لأغراض الغيار بنحتاج للحفاضات بكمية كتير كبيرة، بنحتاج للباودر البودرة الأطفال وكريمات الصمات. للنوم نحتاج للهاية قلنا بنخليها بالآخر، بنحتاج لساعة بتطلع صوت عشان الطفل ينام أكتر، بنحتاج لميزان حرارة، يعني مش قصدي عشان النوم بس لأنه الأطفال بتعرضوا لحرارة يعني تزيد حرارتهم، بس هاي من الأشياء الضرورية يعني عشان نقدر نعرف شو المشكلة. بالضبط، من الأشياء الضرورية تكون موجودة بكل بيت جاي مولود جديد. أغراض الرضاعة بنحتاج لل البيلو او المخده الخصوصي للرضاعه، بنحتاج للشفاطه واغراض لحفظ الحليب طبعا البوتلز او الاناني، وهاي ما حكينا عنها هاي اسمها جراي بوتر او ماء الغريب. هلا هاي مش موجوده بالاردن بس يعني بنقدر نجيبها من اي محل بالجوار، يعني موجوده بلبنان بدبي. هي ماء الغريب ينسون ينسون مغلي، يعني مخدين الاكستراكت منه، بيساعد الطفل انه ينام ويرتاح، وحتى لو عنده مغص ببطنه بيساعده كثير فيها. يعني ينسون يمكن احسن من هذا؟ هو اليانسون احسن، بس مرات ما بتعرفي قديش تغلي لحتى تعطي الطفل الكونسنتريشن. وعادي بنقدر نعطيه ينسون بالضبط، هذا بنقدر نعطيه ينسون، وهذا خصوصي للاطفال. ماء الغريب مع الحليب ولا لحاله؟ مع الحليب. مع الحليب. مع الحليب. ومكتوب عليه، يعني يفضل انه شوي مش كثير نبدا مع الطفل. اوكي، هلا اذا ينسون قد ايه مثلا، اذا هذا مش متوافر ينسون قد ايه كميه؟ ينسون مش كثير، لا مش كثير، يعني قدر معلقه صغيره مش اكثر من هيك. طب رولا بشكل سريع، شو بتحسي المرات الامهات بيشتروا اشياء مش ضروريه، يعني من خبرتك في الموضوع بيكتروا منها وبيشتروا بس ما راح يحتاجوها باول فتره؟ هي الملابس، يعني دائما الامهات بيشتروا ملابس على المنظر بالضبط. فيعني وبتلاقي دائما اللي بيكونوا اول 3 اشهر بيكبروا بسرعه فما بلبسوهم، فهي الاشياء انه ما يكثروا الناس لانه خلال 3 اشهر بيفرق الحجم، بيفرق الحجم على الفاضي. بالضبط على الفاضي. فهي الاشياء الاساسيه اللي لازم تكون موجوده قبل ما يخلق الطفل، بتساعد الام والطفل انه تكون حياتهم اسهل في اول فتره، ويعني يشتروهم قبل بوقت، يرتبوا الغرفه هيك، ينظموا اجواء استقبال مولود جديد، بتوقع الامور بتكون بالضبط يعني قبل بشهر اتليست. وانت موعدك بشهر 10؟ انا موعدي بشهر 10 وعم بجهز لاثنين هلا، لاثنين ولد وبنت عم تستنى. بالضبط، بتقومي بالسلامة ويتربوا بعزك. شكرا رولا قطامي أبو جابر، شكرا لحضورك.